مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي وقلت فيه الهجمات على المرمين بصراحه، بس النادي الاهلي ما كانش فيه تقريبا خطوره الشوط الاولاني على مرمى عبد العزيز البلاطي. ده جالك فرصه انفراد، فرصه من نتيجه للضغط طول الشوط، ضغط قفشه مع نص الملعب على اللاعب، اداك الكوره راحت لمحمد شريف عنده حريه يتصرف فيها زي ما هو عايز. فضل ان هو برضه يلعبها برجله الشمال انه يميل شويه ويحطها في الزاويه، جت في حظه في حارس المرمى اللي كان قافل طلع عليه بشكل جيد يعني. ولكن انت اللي خليت فرقه انبي كده في الملعب برضه تخش في جوه المباراه يعني، انت اللي بتخليهم يروحوا عندك بدون انك انت الرقابه او الوقفه في الملعب. عادل قال لك في قبل الماتش انت شكلك الجيد بتاع الماتش اللي فات انك كومباكت يعني، أيه. كل خطوطك مضغوطه جنب بعض قريبه، انت المره دي الباك الدفاع عندك في حته ونص الملعب في حته والفراوده اللي هي الاطراف بتاعتك في حته تانية. يا اما بيحصل ايه؟ بينزل حسين الشحات وبينزل احمد عبد القادر معاكم كله وبيفضل محمد شريف لوحده قدام هناك قدام، فبتضطر علي معلول لما بتجيله الكوره يعمل اللونج اذا كان لحسين الشحات الناحيه التانية او لمحمد شريف، ففي عدم تنظيم في اداره الملعب. ما زال قفشه هو المحرك وهو اللي بيستلم، بس عايز تحرك الاجنبي يبقى اكتر من كده كثافه. أيوة. يعني محمد هاني يبقى مع حسين الشحات مع متولي في ظهرهم زي ما كنا بنتكلم عادل، بنتكلم في الجوانب بالشكل ده، والناحيه علي معلول وعبد القادر وديانج مثلا معاهم الناحيه دي او سوري سوليا، الجبهات بعيدة عن بعض. ولو راحوا بتلاقيهم قريبين قوي من بعض، يعني تلاقيهم لا واقفين جنب بعض، تلاقي عبد القادر مع سوليا مع قفشه مع علي معلول كلهم قريبين قوي من بعض قوي، مش عاملين سبيس لنفسهم حتى يقدروا يعملوا الباص القاتل او الريسك باص اللي احنا بنسميه، بيسفر عن اهداف وحاجات كده. نسينا حكايه التصويبات خالص الشوط ده، مفيش حلول فرديه انك تصوب، عدم الارتكاز انك انت الكره الثانيه تبقى بتاعتك، لا حتى لما بيستلموا عندك في نص ملعبك بيستلموا بسهوله قوي. فرقه انبي هو ده اللي عمل شكل فرقه انبي، عمل لك 4 كورنر في 5 دقائق او 6 دقائق، هو عمل شبهات في حاجات كتير جدا. فلازم اللعيبه تبقى اقرب من كده لبعض كويس، مش اسرع من كده، خدت بالك؟ هم بيلعبوا بسرعه كمان بسرعه زياده، لا يبقوا اهدى من كده في بناء الهجمه ورؤيه اللعيب، يعني يقدروا يطلعوا مع بعض، يبقى عندك عدد كتير قوي في المنطقه اللي انت عايز تجيب منها اهداف. صحيح. كابتن اسامه، ايه اللي كان ينقص النادي الاهلي الشوط الاول لترجمه الفرص القليله اللي جات له الاهداف؟ انا يعني هاخد من كلمه شريف الاخيره، هو انت مش ناقصك السرعه كويس. يعني الماتش كسرعه في الحركه من هنا ومن هنا في سرعه كويس. ولكن اللي هي بقى التركيز والتقل في التمريره مثلا قبل الاخيره، في التسديده على المرمى، الحاجات دي شويه فيها استعجال. ليه الهجمات يعني كانت قليله؟ ما يعني كانش خطوره على مرمى البلعوطي بالشكل الكافي. ماشي، ما هو في فعلا الخطوره يعني بين الثلاث خشبات كانت قليله سواء هنا او هنا. أيوة. ولكن في محاولات، يعني كره شريف اللي احنا اتكلمنا عليها اللي في اول 4 دقائق دي استعجال. أيوة. يعني هو راح انفراد تام ومستعجل قوي ان يحطها بالشمال، كان ممكن يتصرف تصرفات كتير. كان ممكن يرقص، كان ممكن يعدلها اصلا على اليمين ويحطها. مزبوط. يعني كان عنده حلول، بس استعجاله ان عايز يجيب جون خلاه ياخد قرار سريع شويه. ويمكن في كوره برده حلوه جدا اتلعبت بالعرض وعلي معلول خدها على الطاير، جت بس خبطت في خبطت في الدفاع برده. السوليه سدد واحده خبطت في شريف وطلعت، لكن عايزين تركيز اكتر في وسط الملعب، سيطره واستحواذ على الكره اكتر في وسط الملعب. زي ما شريف قال، مش انت مش عايز سرعه، انت عايز سرعه مع هدوء شويه. يعني حتى لو تحتفظ بالكره شويه، يعني تحتفظ بعدد من النقلات ثم تمريره تبقى فيها خطوره. لكن انت الماتش بقى عامل زي كر وفر، يعني انت بقيت بسرعه، انت في لمسه لمستين تروح تتقطع، هم يرجعوا يعملوا لمسه لمستين وهكذا، الماتش رايح جاي كده. فعايزين شويه تركيز. الحاجه الثانيه، احمد عبد القادر، يعني احنا بنتكلم ان هو من الناس
اللي عندها حلول في المواقف اللي هي واحد ضد واحد، واحد ضد اثنين. ما شفناش ده الشوط الاولاني، يعني لازم برضو لما يستلم الكرة في الطرف لازم احس بحيويه ونشاط اكتر في الجبهه ديت. علي معلول شغال كويس، عامل مجهود كويس، ولكن يعني برضو حسين الشحات قايم بجهد كويس، لكن زي ما انا قلت لك عايزه بس تركيز وهدوء في التلت الاخير. واحمد عبد القادر برضو وحسين الشحات لازم احيانا يدخلوا للعمق، يعني مش كل اللعب يبقى من الطرف، يعني احيانا لازم يدخلوا في العمق في المساحات اللي بيسيبها شريف لما يطلع لبره، هم لازم حد فيهم يدخل للعمق عشان ياخد تمريرات من قفشه او من عمرو السوليه. فنتمنى الشوط الثاني يبقى اهدى ومنظمين اكتر، لكن هتحس في مقاومه كبيره من انبي لانه بيجروا كتير النهارده. صحيح. طيب كابتن عادل، الحلول لتغيير شكل هجوم الشوط الثاني؟ اول حاجه محمد شريف لازم يفهم انه الفرصه في بدايه المباراه، لما تجي لك فرصه وخلصتها اللي بيحصل بيودي الفرقه للبلان الثاني. اشتغل براحتي، دي واحد. اثنين، التحرك من غير كوره، لان كل اللي بيجي من تحت الملعب بتبقى مقفول عليه. لا، التحرك من غير كوره مش لازم انت اللي تجيب الهدف، انا بتكلم على الراس حربه، اللي جاي من تحت هو اللي يجيب الهدف. ده واحد. المسانده الهجوميه من ناحيه حسين الشحات لما الكوره بتبقى ناحيه الشمال، ومن ناحيه عبد القادر لما الكوره بتبقى في ناحيه اليمين. والحاجه الثانيه عندك قفشه، لكن انا من وجهه نظري لازم يحصل تغيير في بدايه الشوط. من البدايه؟ من البدايه. مين؟ شادي حسين ينزل بديل، يعني يعني واحد بواحد ولا لا واحد بواحد يعني مع محمد شريف؟ حربه براس حربه. راس حربه براس حربه. مع شادي حسين عنده حته التمركز والثبات شويه. محمد شريف بيتحرك فبيقفل على الجنبين. لو محمد شريف المدرب اكيد يعني هيقول له بقى اشتغل على العمق اللي هو الجانبي بس مش بره خالص، يا ريت افضل. الحاجه الثانيه التقارب المسافات. الثالثه ودي المهمه قوي، حته ان الطرف الشمال والطرف اليمين محمد هاني وعلي معلول مقفول عليهم من حسين الشحات ومقفول عليهم من احمد عبد القادر. في حاجه من الاثنين، لا يفضلوا عندهم ثبات ويخلوا الاثنين دول يتفرغوا للناحيه الهجوميه بس، او الاثنين اللي عبد القادر وحسين الشحات يخشوا لجوه عشان اللي جايهم ايهما اقرب جاي. والحاجه الاخيره بقى اللي هو التغطيه العكسيه من محمد هاني وعلي معلول، لان هجمات انبي الشوط الثاني هتبقى اخطر، متلخصه في الراس حربه السريع اللي هو الافريقي اللي هو قابو. في كابو. طب كابتن بلال، رؤيتك فنيه سريعا لاحداث الشوط الاول والمفروض يحصل ايه الشوط الثاني؟ يعني طبعا انبي نزل بنفس الطريقه اللي اتكلمنا بيها، ان هو بيدافع بشكل قوي في نص ملعبه وبيلعب على هجمات مرتده سريعه، ونجح في بعض الاوقات ان هو يستغل من الهجمات المرتده السريعه يجيب اثنين كورنر او ثلاثه اربعه كورنر في الشوط، ويحاول على المرمى واحده او اثنين. هي الفكره كلها زي ما اتفقنا كابتن ايمن، ان انت ما تسيبش مساحات الناس تشتغل فيها، دي رقم واحد. رقم اثنين، دايما مقلل المساحات اللي حتى وانت بتهاجم مقلل المسافات ما بين راس الحربه وما بين السنتر باك. انت موسع الملعب شويه، انت موسعين الملعب، وده مش جاي. خد بالك، احنا ادينا ماتش جامد جدا قدام بيراميدز عشان انت عندك مساحات. الفرق لما بتلاقي مساحات تشتغل فيها تمام يعني بتنطلق، ما عندهاش مشكله، خاصه وانت بتهاجم. فالنهارده انت مدي امبي مساحات، فبالتالي وعنده يعني عنده براح ان هو يشتغل على الهجمات المرتده السريعه، عنده براح ان هو يعني يبني هجمه بشكل كويس، عنده ما عندوش مشكله ان هو يعمل هجمه مرتده والفرودين او الفرود والاثنين الوينجرز يفتحوا على الجناب، ما عندوش مشكله في الحته دي طول ما انت فاتح الملعب. الشوط الثاني مطلوب من فرقه النادي الاهلي الضغط بشكل قوي جدا جدا من على يعني من نص ملعب نادي انبي عشان تبتدي تغلطهم. استغلال الفرص يا جماعه والتحركات، يعني انا ما شفتش ولا واحده عبد القادر بيغير مكان حسين الشحات. يعني حسين ممكن يجي ويبقى عبد القادر زي ما هو، لا احنا عايزين يا جماعه تغيير، عايزين تغييرات. يعني نتحرر شويه عشان نخلق مساحه عشان نقدر نخلق فرصه. تغييرات بالنسبه للشوط الثاني؟ انا مش يعني انا 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 كنت انا اتمنى، لان سير الماتش بيقول لك ان احنا ممكن نلعب 4-1-4-1 على فكره، يعني ممكن نغير طريقه اللعب ونلعب 4-1-4-1، مش محتاجين اثنين في قلب الملعب يعني في الوقت الحالي، لكن محتاجين ان احنا نزود الحته اللي قدام. ممكن ينزل شادي حسين في البدايه، يطلع واحد من نص ملعب، نلعب بس واحد نص ملعب، نلعب ب 4-1-3-2 او 4-1-4-1، يعني دي الطريقه اللي تديك افضليه في الحته اللي قدام. بلال، ما ينفعش 3-4-3 يعني اطلع متولي او ياسر ابراهيم
وانزل شادي مع محمد شريف؟ بص يا كابتن، ممكن برضه يعني ممكن ويبقى علي معلول ومحمد هاني هم اللي مكملين، ممكن. بس احنا كده هنبقى عايزين برضه راس حربه تاني عشان نستغل الاطراف ونستغل الكرات العرضيه اللي ممكن نعملها الشوط الثاني. عموما نتمنى التوفيق يا كابتن. انا سريع يعني بقول لك، ما اعتقدش انه يحصل تغيير دلوقتي. أي. بس ممكن بعد 10 دقائق وربع ساعه يحصل بعض التغييرات اعتقد يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.